ازيكم عاملين ايه؟ طبعا اتصدمت من العنوان. انا هحكي لكم قصه حصلت معايا عشان بس ما تصدمش لوحدي. القصه دي كان اخرها امبارح، في واحد كلمني قال لي في حد قريبه تعبان، قال لي الراجل ده عنده سخونيه ومش عارفين ايه حكايته، فقلت له اديني رقمه واكلمه اشوف ايه الاعراض اللي عنده واشوف هساعده ازاي. المهم كلمت الراجل قلت له مالك؟ قال لي انا عندي سخونيه وزوري وجعني وعندي اسهال وصداع. قلت له خلاص يا باشا، انت دلوقتي اشتباه كورونا، تمام؟ اول حاجه تعملها تعزل نفسك عن مراتك وولادك اللي معاك في البيت، وقلت له بروتوكول العزل المنزلي وتعليمات العزل المنزلي يمشي عليها، وقلت له انا هتابع معاك لو حسيت باي حاجه او اعراض زياده كلمني، تمام. المهم بعد يومين الراجل اعراض زادت عليه، بدا يكح كحه جامده ونفسه بدا يضيق. قلت له خلاص دلوقتي هتلبس ماسكين في بعض وتلبس جوانت وتركب عربيتك تروح مستشفى الحميات، وهكلم لك دكتور زميلي هناك هيقابلك يهتم بيك وهيقول لك يعني تعمل ايه وشوف حالتك عامله ازاي. المهم راح الحميات عملوا اشاعات وتحاليل ولقوا حالته ان هو يسحب مسحه، فسحبوا له مسحه وقعد يوم لحد ما طلعت. المهم المسحه طلعت ايجابي، تمام. المهم اتحول على مستشفى عزل، راح مستشفى العزل كنت بكلمه هناك، المستشفى كانت عاجباه جدا ومبسوط من الناس والاهتمام اللي بيعملوه بيه هناك، بياخد علاجاته كلها في ميعادها وحاطينه طبعا على الاكسجين عشان نفسه اللي بيضيق ده، وكان مبسوط جدا والراجل اتحسن وخف وخرج من المستشفى. لحد هنا تمام؟ تمام. طبعا كلنا سمعنا الفترة الأخيرة إن بلازما المتعافين من الكورونا بتساعد الناس اللي هم المصابين خصوصا كبار السن إن هم يعني حالتهم تتحسن ويخف بسرعة. فواحد صاحبي والده يعني جاله كورونا اتعدى منه، فهو يعني الراجل كبير في السن، فمحتاج حد عنده بلازما من الناس اللي خفت من الكورونا عشان ياخدها ويخف ويتحسن. فالمهم قلت اكلم الراجل اللي خف ده اللي انا كنت متابع معاه بالتليفون واشوف ايه الحكايه، الراجل مش هتاخر يعني. وهنا بقى كانت المفاجاه، اكلم الراجل اقول له بص احنا محتاجين بس منك تتبرع ببلازما عشان تساعد واحد كبير في السن والراجل تعبان، ويعني الناس الكبيره في السن بتموت لان مناعتها قليله معظمهم يعني. هنا بقى المفاجاه، لقيته بيقول لي تحت امرك طبعا يا دكتور وبتاع، ونتبرع له ونساعد غيرنا وبتاع، بس انا سمعت ان الناس اللي بتتبرع بالبلازما بتاعتها بياخدوا من 30 ل 40 الف، وانا عشان خاطرك هاخد بس 25. طيب انا دلوقتي عايز اسال سؤال، الناس دي ده طبيعي؟ يعني طبيعي النداله والخسه والطمع وان احنا حتى المرض نعمله سبوبه؟ يعني انت اتعالجت ببلاش، واكل شارب نايم محلل عامل اشاعات وتحاليل، ولقيت مستشفى اتحجز فيها وما دفعتش فيها جنيه، قوم بعد ما تخف بدل ما تساعد غيرك بقيتوا عاملينها سبوبة دلوقتي؟ معظم الناس اللي تقول لهم عايزين بلازما بقت ناس بتتكلم في 30 و40 وفي 50. النكتة بقى ان في ناس اصلا ما جالهاش كورونا بيروحوا يتبرعوا بالبلازما على اساس ان هم جالهم كورونا عشان ياخدوا مقابل مادي. والدليل على كده الخبر اللي نزل في اليوم السابع ان وزارة الصحة طلبت متبرعين، فجالهم 87 الف متبرع، بالرغم من ان الناس اللي كانت مساحتها ايجابية وتحولت سلبية 15 الف بس. يعني في 60 ألف واحد انا مش فاهم ايه محلهم من الاعراب، يعني كلمه نصب دي قليله عليهم. فانا انا بوجه كلامي للناس اللي هي خفت دي، انت ربنا كرمك ولقيت حد يعالجك ولقيت مكان تتعالج فيه واخدت علاجك ببلاش، فاقل حاجه ان انت لما تخف تساعد غيرك من غير فلوس وتخلي عندك دم. وبرضو الناس يعني لو شافت حد من الناس دي تديله بالجزمه، لان احنا مش ناقصين قرف اكتر من كده.